اكثر، ايش رايك؟ اكيد وياكم مشاهدينا الكرام. في اطار دورها المهم في الحفاظ على الشباب المسلم، شاركت مؤخرا كليه الدراسات الاسلاميه بجامعه حمد بن خليفه في المؤتمر الدولي 12 للدين والروحانيه في المجتمع الذي انعقد في جامعه قرطبه باسبانيا. وتبلورت هذه المشاركة مشاهدينا الكرام من خلال أوراق عمل عن كيفية تفاعل الشباب المسلم مع وسائل التواصل الاجتماعي من منطلقات دينية والنظر في ثلاثة أشكال من التفاعل، وهي تبادل المعلومات حول الإسلام والمشاركة في بناء المجتمع واستكشاف الذات والنشاط والفعالية. أكيد مشاهدينا الكرام في سياق هذا التقرير راح نتعرف أكثر على التفاصيل ونرجع بعدها مع ضيفتنا الكريمة. بهدف تعزيز هدف الكلية المتمثل في المساهمة في المناقشات الفكرية النقدية حول الإسلام في سياق عالمي، قدمت باحثتان من كلية الدراسات الإسلامية في جامعة حمد بن خليفة دراستهما حول تفاعلات وتأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي على الشباب المسلم. الورقة البحثية بعنوان استكشاف الرابط بين الإسلام ووسائل التواصل الاجتماعي والشباب، دراسة لعلاقة ثلاثية، وقد تم تقديمها خلال المؤتمر الدولي 12 للدين والروحانية في المجتمع المنعقد في جامعة قرطبة في إسبانيا. الدراسة المشتركة استمرت لمدة عام وتهدف إلى المساهمة في فهم كيفية الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي بشكل أكثر فعالية لتغيير التصور السلبي عن المسلمين الذي تكرسه وسائل الإعلام الرئيسة. مشاهدينا الكرام، للحديث أكثر عن هذه المشاركة سعدنا أن نستضيف السيدة بيان خالد، باحثة في كلية الدراسات الإسلامية في جامعة حمد بن خليفة. أهلا وسهلا فيك اليوم في برنامج حياتنا. أهلا، مرحبا، شكرا للاستضافة. يعني صراحة موضوع مهم هو الحفاظ على الشباب المسلم والاهتمام بالشباب. أكيد أنتم قدمتوا دراسة في كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة حول هذه التفاعلات والتأثيرات اللي تصير على الشباب المسلم، فكلمينا عن هذه الدراسة في البداية. أنا وزميلتي إيمان إسماعيل إحنا الاثنين عملنا هذا البحث، وهو يعني السؤال اللي كنا بنحاول نجاوب عليه مبدئيا كيف الشباب المسلمين بيستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي من نظرة دينية. فمعنى شباب بهذا البحث هم جيلين اللي هم اسمهم ميلينيالز، هدول اللي بيكونوا مواليد 80 لل 95، والجنريشن زي هدول بيكونوا 96 وطالع. فبدنا نعرف لأنه هم هدول أكثر ناس اللي بيستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي، فكنا بدنا نعرف كيف بيستخدموا. وأول إشي بحثنا من ناس بحثوا بهذا الموضوع من قبل نشوف هم شو لقوا، وعملنا نقاش السنة الماضية مع خبراء تانيين بالمجال كمان نسألهم أسئلة عشان نعرف أكثر، ووزعنا استبيان للأشخاص اللي بيستخدموا السوشيال ميديا عشان نعرف هم كيف بيستخدموا ونشوف إذا كل الاستكشافات يعني مثل بعض. فالاختصار إنه لقينا إنه بيستخدموا بثلاث طرق. أول طريقة هي الدعوة، سواء مباشرة أو غير مباشرة. مباشرة مثلا ممكن ينشروا أدعية أو أذكار أو أحاديث، آيات قرآنية، كل شيء عن الإسلام. أو غير مباشرة مثلا أنا كوحدة محجبة مبين علي أني مسلمة وحاطة على صفحتي أنه أنا مثلا بطبخ أو أنا بدرس أو أنا بعمل يعني بعيش حياتي طبيعية، وإحنا مسلمين بنعيش حياتنا طبيعية فبنعرف الناس أكثر عن المسلمين. هاي الطريقة الأولى. الطريقة الثانية هي أنه يحسوا حالهم كأنهم جزء من مجتمع. فمثلاً أنا إذا عايشة في بلد مسلمة وحاسة حالي مش منسجمة كتير مع المسلمين اللي حوالي، ممكن أروح أونلاين عشان أدور على مسلمين أنسجم معهم. أو إذا أنا في بلد تانية وحاسة حالي ما بعرف مسلمين كتير مع أنه مجتمع إسلامي، فبروح أونلاين بدور على مجتمع أحس حالي أنا معهم. وثالث طريقة هي أنه
إذا في قضية في العالم خصوصا قضية بتأثر على المسلمين أو على المجتمع الإسلامي، أنا أو هم يعني اللي بيستخدموا السوشيال ميديا بيستخدموه عشان يوعوا الناس على هاي القضية. نعم. يعني خلنا نقول إن ما شاء الله في كثير الآن من شباب المسلمين سواء العرب أو غير العرب فعلا نشروا قضايا تهم الإسلام والمسلمين، وأيضا يمكن إحنا قاعدين نستفيد منهم في بعض القصص القديمة للأنبياء وللصحابة والفتوحات الإسلامية اللي سارت على قرون كثيرة جدا، وأيضا بعض النكسات اللي سارت للأمة الإسلامية في مراحل ثانية. هذه خلنا نسميها دراسة عبر الأونلاين، يمكن تكون بنفس المسمى هذا عن طريق السوشيال ميديا فيها استفادة. هل شفتي في خلال دراستكم عن السوشيال ميديا في كثير ناس وصلهم مرحلة الوعي لشؤونهم الإسلامية ولا لا؟ احنا هلا ما يعني حاليا ما بنعرف الجواب بشكل علمي يعني انه هذا صحيح ولا لا، انه فيه تأثير ولا لا، بس ان شاء الله لما نطور البحث تبعنا نقدر نجاوب على هذا السؤال. بس اللي بقدر اقوله انه السوشيال ميديا هو اشي كتير مفيد وكتير قوي، خصوصا يعني بالنسبة او مقارنة بايام زمان احنا كنا نسمع عن اخبار المسلمين من قنوات الاخبار. نعم. فهم بنشروا اللي هم بدهم إياه وإحنا ناخد المعلومات، بس هلأ القوة صارت معنا بإيدنا، فإحنا ممكن مش بس نستلم أو ناخد معلومات بس كمان نعطي معلومات. أنا مثلا سافرت برا وتعرفت على كتير ناس أجانب مثلا، وهلأ إذا حطيت عن قضية المسلمين في الصين أو في الهند أو بفلسطين أو بأي مكان بوعيهم على هاي المواضيع اللي ممكن هم ما بيعرفوا عنها. صحيح. لأنه القوة بإيدي، وهم فعلا يعني ممكن نشوف مثلا بتحس انه المسلمين فعلا بتحدوا على السوشيال ميديا. مثلا لما يكون في اي قضيه بتشوفوا انه كل الناس فعلا بينشروا وبيحطوا كل شيء، بس لسه ما بحثنا بهذا الموضوع بالضبط. يعني اكيد وسائل التواصل الاجتماعي هي يمكن أكثر شيء الناس يدخلونه ويتعاملون فيه ويتواصلون فيه، وهي سلاح ذو حدين، يا أنك أنت تعرف تستعمله بالطريقة الإيجابية أو راح يكون تعامل سلبي بالنسبة لك. فممكن من خلال دراستكم أن توضحون الشيء السلبي اللي مثلاً الناس قاعدين يأخذون فكرة عن الإسلام وفكرة عن المسلمين من خلال تواصلكم مع الشباب، من خلال أن تشوفون الشباب. في ناس وايد أقوية ترى على السوشيال ميديا من الشباب عندهم بالملايين، فهل أنتم مثلاً في دراستكم هذه تتواصلون مع الأشخاص اللي عندهم فولورز بعدد كبير، عندهم متابعين بعدد كبير، لتوضيح بعض الأمور الخاصة بالإسلام والمسلمين؟ إحنا ناويين إن شاء الله إنه نحكي مع هدول الأشخاص اللي عندهم عدد متابعين كبير، بس اللي عملناه من النقاش اللي قدمناه السنة الماضية مع الخبراء هم حكوا بالخطورات اللي بتطلع من السوشيال ميديا. مثلاً الواحد ممكن بده يدور على معلومة عن الإسلام أو عن حديث أو آية أو أي شيء يعني. صح. بالإسلام، وبسهولة ممكن الواحد ينشر إشي غلط. صح. أو يتعلم إشي غلط، مو مثل مثلاً لما تروح عند شيخ أو مفتي ويحكي. صح. لك شخصياً شو الإفتاء. الشغلة الثانية إنه في تنمر كمان على السوشيال ميديا كتير. صحيح. مثلاً بدل ما نستخدم السوشيال ميديا طريقة إيجابية مثل ما حضرتك تفضلت، نستخدمه عشان نقول مثلاً شوفوا فلان شو لابس، أو شوفوا فلانة شو عم تعمل، أو شوفوا هدول إيش عم ينشروا. ففي كتير تنمر وفي كتير معلومات خاطئة عم بينشروها على السوشيال ميديا، فهذا إشي فعلاً خطر. طيب أكيد أيضاً في السوشيال ميديا يعني ما نبي نتكلم عن المساوئ أكثر من كثير من الناس يستخدمها من أجل شهرة له خاصة فيه، قليل منهم اللي قاعد يقدم معلومات تفيد فيها الناس، أكثرهم يعني يمكن لأغراض تجارية ولا شهرة معينة. هذا يعني هل أنتم في الجانب هذا أخذتوه بعين أنه يعتبر من النقاط السلبية في السوشيال ميديا، وأن كيف أني أوعي الناس أنهم ما ينجرفون وراء الأمور التجارية هذه وأنهم يمسكون أهداف أساسية منها التعليم، منها الاستفادة، منها رفع الثقافة؟ يعني أنا شخصياً انتبهت إنه الناس بشكل عام على وسائل التواصل الاجتماعي بيحبوا يتابعوا الأشياء مثلاً الكوميدية أو الأشياء اللي ما كتير فيها إشي مفيد، بس هم هيك بيحبوا. بس في ناس لسه بتنشر أشياء كتير مفيدة
دينية أو للعلم أو تجارة أو اللي هو يعني، بس إنه الفكرة إنه لازم يعرفوا إنه ما يستخدموا الطريقة إنه ما يأذوا حدا تاني، نعم. بس إنه يفيدوا العالم فيه، حتى لو مو بشكل ديني يعني، ممكن لسه يفيدوا بعض فيه. نعم. أكيد في جهود كبيرة أنتم تبذلونها في هذا البحث، ويعطيكم ألف عافية، ولكن في كلمة أخيرة أو رسالة أخيرة، شنو هي الأشياء اللي أنتم ناويين عليها إن شاء الله في المستقبل لتطوير هذه الدراسة وتطوير هذا البحث، وشنو الأشياء اللي ممكن أنه ممكن الناس يساعدونكم فيها أيضا؟ الله يعافيك يا رب. إحنا الهدف إن شاء الله حابين إنه أول إشي نوعي الناس إنه كيف ممكن يستخدموا السوشيال ميديا بطريقة إيجابية ومو بطريقة سلبية، لأنه مثل ما تفضلت سلاح ذو حدين، فبدنا نتأكد إنه بنستعمل الحد الصح. صح إن شاء الله. والشغلة الثانية إنه كمان يعرفوا إنه يستغلوا القوة اللي عندهم إياها في السوشيال ميديا عشان يوعوا الناس. هلأ أنا كفلسطينية مثلاً دائماً بنشر عن القضية الفلسطينية، نعم. فإذا وإحنا كتير المسلمين عنا قضايا بالعالم، في ظلم عم بيصير ضدنا حوالين العالم، وصورة المسلمين البحث بيفرجينا إنه صورتنا سلبية أونلاين، فإحنا كمسلمين لازم نفرجي العالم إنه إحنا ناس طبيعيين مثلنا مثل كل العالم، وإن شاء الله البحث هذا يعمل هذا الشيء إن شاء الله بإذن الله. ويعطيكم العافية على هالجهود اللي أنتم بذلتوها. مشاهدين الكرام، كل الشكر للسيدة بيان خالد، باحثة في كلية الدراسات الإسلامية في جامعة حمد بن خليفة. عبد الله، يمكن موضوع